السلام عليكم، أهلا بكم من جديد في تحليل اليوم الاثنين موافق لي 23 فبراير 2009. تعليقا على التحليل السابق، فقد تحقق جميع السيناريوهات التي تم اعتمادها بخلاف سوق دبي الذي لم يستطع المحافظة على ثباته فوق منطقة المقاومة الأولى، والأمر الذي أدى إلى نزوله، وحيث شهد نزول قوي تعدى 60 نقطة، بالإضافة إلى سوق أبو ظبي الذي اتجه إلى صعود قوي كذلك حيث خالف سوق دبي ووصل إلى منطقة القمة التي تم تحديدها والإشارة إليها في التحاليل السابقة. أما بالنسبة لباقي الأسواق فقد كانت على تباين في الأداء، حيث اتجه كل من سوق أبو ظبي، الأردن والسعودية إلى صعود، لكن مع ذلك فقد اتجه السوق السعودي إلى تذبذب قوي في تداولة اليوم، وهو الأمر الذي يدل على وجود مضاربة قوية في هذا اليوم، في اليوم الثاني من هذا الأسبوع. أما بالنسبة لكل من سوق دبي والدوحة والسوق المصري والكويت فقد شهد 4 نزول تبين في قوته، حيث كان قويا في كل من الدوحة ودبي، بينما صعود نزول متذبذب في مصر والكويت. بالنسبة للمتوقع للحركة اليوم الغد، وبالنسبة لسوق أبو ظبي ما زال محافظ على اتجاهه الصاعد حتى منطقة المقاومة الثانية المتمثلة عند 2400 بدون أي تغيير، مع ضرورة كسر أو ضرورة افتتاح اليوم الغد ما فوق منطقة 2275، وهو المرجح اليوم الغد، حيث يتوقع أن يفتتح على فجوة اليوم الغد. بالنسبة لسوق دبي حتى مع النزول الذي شهده اليوم ما زال اتجاه العام لو متمثل في اتجاه صاعد، مع إعادة اختبار أو نزول من جديد إلى الدعم 1512 وإغلاق الفجوة التي افتتحها في آخر يوم التداول للأسبوع الماضي. لذلك يتوقع على النزول حتى الدعم 1512 مع إعادة إغلاق هذه الفجوة التي تلاحظ هنا، ومتم الصعود من جديد وكسر 1583 منطقة المقاومة 1583. بالنسبة لسوق الأردن كذلك لا يوجد به أي تغيير، حيث ارتد اليوم من الترند الذي تم تحديده في التحليل السابق وأغلق فوقه. بالنسبة للمتوقع لا زال اتجاه النازل الساري المفعول بدون أي تغيير، مع تأكيد هذا الاتجاه بكسر هذا الترند الذي يظهر لنا باللون الأسود والنزول أسفل منه حتى الهدف الأول 2607. بالنسبة للدوحة كذلك ما زال محافظ على اتجاهه النازل في إطار موجة خامسة من موجة دافعة، المحدد هدفه سابقا عند القاع الذي يعادل 4546، لكن في اتجاه العملة ما زال النزول سري المفعول. بالنسبة للمؤشر المصري كذلك ما زال محافظ على اتجاهه النازل حتى منطقة الهدف المحددة عند 3400 في إطار موجة ثالثة من موجة دافعة. بالنسبة لسوق الكويت كذلك لا يوجد به أي تغيير، وما زال النزول هو سيد الموقف في إطار موجة خامسة من موجة دافعة، وهو بهذا الأمر يتماثل مع سوق الدوحة الذي يتمركز كذلك في موجة خامسة من موجة دافعة، ويتوقع أن ينتهيان من فترة التصحيح في نفس الوقت. إذا بالنسبة لسوق الكويت ما زال هدفه محدد عند القاع السابق للمؤشر عند 6452 بدون أي تغيير. وأخيرا المؤشر العام للسوق المصري للسوق السعودي كذلك ما زال محافظ على سيناريو النزول في إطار موجة ثالثة من موجة دافعة، المحدد هدفه الأول عند 4550 مع هدف ثاني عند 4350.
بالنسبة لنا فإننا لن نتوفر على بيانات الانتراني، لكن بمشاهدة بيانات الانتراني سنجد تكون نموذج العلم هنا، حيث يمكن رسم المثلث على أساس 3 أيام الأخيرة من التداول، وسيكون تأكيد النزول ومواصلته بكسر الترند الصاعد أو الجدار السفلي لنموذج العلم والذي يظهر هنا بهذا اللون. فبكسر هذا نموذج العلم سيدعم مواصلة النزول حتى الأهداف سابقة الذكر المحددة عند 4550 كهدف أول مع 4350 كهدف ثاني. والتأكيد وهو كسر الترند الصاعد أو نموذج أو الجدار السفلي لنموذج العلم والإغلاق أسفل منه. هكذا نكون قد انتهينا من فقرة التحليلية الخاصة بالأسواق العربية والخليجية اليوم الاثنين الموافق ل 23 فبراير 2009. كان معكم محسن الفقيه من شركة نادي خبراء المال، وإلى اللقاء.